قبل ما تشوف المرأة ومن بعد تشوف المرأة بصراحة كيفاش عندي المورال وكيفاش عندي باش كنبغي نضحك. ولكن اليوم غادي نحاول نعمل واحد ليزيفور باش نصف معاكم، لأنه وقعت لي واحد بتيت إكسبيريونس وغادي نقسمها معاكم. اليوم وقت الصباح بحال العادة مشيت كنجري، عندي ضغط دموي، عندي ضغط دموي اللي هو ماشي عادي لأن تزدت في الوزن. أنا تعرفوا الضغط الدموي ماشي غير قليل ديال السكر والملح ولا اسمو، حتى الإنسان اللي كيتزاد في الوزن تيوقع له الضغط ديال الدموي، يعني البريشر ديال الدم تتوقع كطلع فوق واحد العدد اللي هو يعني خصكم تردوا بالكم، لأن هذا موضوع ما بغيتش نهضر على البريشر، ولكن غير باختصار باش نعطيكم شويه ديال النقاط باش تكونوا على بال. البريشر ديال الدم يعني الضغط الدموي تيقدر يخرج لك على الكلاوي، يقدر يخرج لك على عينيك، تضعف عينيك، يقدر كاع هذا ينفجر لك العرق من العين. يعني هادشي كنقول لكم، انا سولو الطبيب. يعني الضغط الدموي صعيب خصكم تكونترولي، وانا كنحاول نكونترولي وشريت هذه الماكينه هذه البارح. ها هي هذه كدار في الليل بحال المكانه وكتعبر بها اسمو كتعبر بها اسمو. انا غادي يجيكم الموضوع ديالنا اليوم، الموضوع ديالنا ماشي هي كتعبر ولا ما دايرش يديها نورمال، ما خصني نديرها في يديها. انا غادي نوريكم هذه الماكينه هذه يلا صوبوا جديده زوينه بزاف. المهم انا عاد غبط اسمو. المهم مع هاد الايامات عندي شويه ديال الضغط الدموي اسمو، يعني شي شويه يعني ما مرخوبش مع راسي ما مرخوبش، كنقول شنو خصني، لان تزدت في الوزن لان مع الوقت ديال الخريف اللي كيجيو الشتاء اسمو، الدم ديالنا كطلب الكارب، كطلب يعني كاع المواد اللي فيها كارب، البيض، الخبز، اللوبيا، العدس، كاع المواد اللي فيها كربوهيدرات، كاع هذه كتسمى المواد كلها كتسمى كربوهيدرات. ملي كيوبد الحال الدم ديالنا كطلب هادشي، ماشي حنا اللي كنديسيديو، وانما الدم ديالنا يعني غير داكشي نفساني كيخص الدم ديالنا تقود داكشي، خص يعني الماده اللي فيها السكر والماده اللي فيها الكارب، يعني الكارب هو السكر، يعني الخبز فيه السكر، اللوبيا فيها السكر، العدس فيه السكر، هاد المواد وهاد السكر ديال المواد اللي عندنا، المواد الناشفه ولا المواد اللي ناشفه يعني طبيعيه، ولكن حنا كنزيدوا اتاي والسكر من الحانوت وزيد على هذا ما كنترينيوش، ما كنحرقوش داكشي. غير الناس مثلا اللي في الباديه اللي كيحرطوا وكيخدموا فيزيك كيخدموا كيحرقوا داكشي، او الناس اللي كيخدموا يعني خدمه ديال الشودروني ولا ديال البني ولا شي حاجه كيقدر يحرق داكشي. ولكن مع الراج ملي كتوصل 50، هذا كنت قلتها قبل، ملي كتوصل 50 الدات ديال كتبدا اسمو كتنقص من اش كيسميوها ميتابوليزم، كتنقص من واحد الماده ميتابوليزم الحريق اللي هي كطحن داك السكر وكطحن داك الشيء الكربوهيدرات وداك الشيء، الدات ديالنا كتنقص من هذا، كتنقص من الميتابوليزم. خاص تعمل لي زيفور هذيك لاج، خاص تعمل واحد مثلا الرياضه ولا دير واحد المشكلات، ماشي بشكلات مثلا بحال مثلا الناس كلشي يقدر يشري بشكلات، هاد المشكلات ديال الدار ماشي كنهضرش على المشكلات ديال برا، المشكلات ديال الدار اللي كتكون في الجيمناز اللي كتكون في لي صال، شري بشكلات انت والمراه، شري بشكلات ديروها في الدار، يعني كل صباح تفيقوا ديروا واحد الساعه ولا ساعه ديال المكانه ديال البشكلات في الدار ولا في السطح، حطوها في السطح، ولا انتم اللي ساكنين جيران متفقين ومفاهمين ديروا بشكلات في السطح، انت ديروها في السطح، ولا خطوها تسرق ديروا حفاري وديروا بيزاكرات واسمو جيبوا معلم يصوبها لكم يحزمها لكم بالسلسله والقفل، انت تبقى ما يديها حتى واحد، وانتم الجيران كل مره ديروا نوبه، كل يعني اتفقوا اللي بغا ينوض مثلا اللي بغا يبدا في 6 الصباح عنده نص ساعه، والجاره الثانيه نص ساعه 6 ونص، والجاره الثالثه 7، والجاره الرابعه، واللي كيمشي بكري اللي كينوض بكري للخدمه داك الشيء هو الاول، الاسبقيه هو الاول. المهم كنعطيكم هاد النصائح باش ديروا، راه مهمين بزاف، وماشي غير الناس انتم اللي الوالدين خصكم ديروا هادشي، وانما خصكم تعلموا حتى ولادكم باش يتدربوا على هادشي باش يتطبعوا،
لان هادشي كلشي كيمشي على التطبع. انا في هاد السن ديالي مازال كنجري، علاش؟ انا طبعت من الصغر ديالي، من الصغر ديالي، واخا حبس شي ايامات لا بدا كيعاود يرجع داكشي. المهم كنتمنى لكم الصحه جيده، وكنعطيكم هاد النصيحه باش ديروا هاد القضيه وحاولوا تشريوا البشكلات في الدار. ونصيحه ثاني كنعاود بغيت نعطيها للناس اللي هما كيبنيو الديور، كتبني الدار، كتبني الدار ب 50 مليون، ب 60 مليون، 100 مليون، 120 مليون، 200 مليون، ما كديرش الصونه، ما كتبنيش الصونه في الدار عندك، انت كتخسر الفلوس، ولا انت كتخسر الفلوس 150 مليون، ولا كتشري ابارتمون دار مثلا كتبنيها ب 120 مليون ولا 100 مليون، وكتعجز او ما كطيحش عندك الفكره باش دير الصونه كتقام عليك ب 4 مليون اولا ب 3 مليون. صحيه، شي حاجه صحيه، يعني كنهضر على الناس اللي مثلا عندهم ستروك، او مثلا الناس اللي عندهم الهاي بلاد بريشر ما تيقدروش يجريو. اللي عندك الهاي بلاد بريشر، اللي عندك ضغط دموي بزاف، تيقول لك الطبيب ما خاصك تمشى بزاف، ما خاصكش هادي، ما خاصكش هادي، ضروري تكون عندك صونه في الدار. الا كانت عندك صونه في الدار غادي تمشي تعرق، تعرقي في الصونه بلا ما تمشي تمشى ولا تجري ولا تحرك باش تعرق، باش تحرق السكريات وباش تحرق الكارب بلا ما تعذب. غتكون عندك الصونه في الدار، وغادي تمشي للصونه في الدار، عندك الصونه في الدار غادي دير الصونه، وغادي تدخل للصونه تقريبا يوميا او كل مره في يومين، كل مره في يومين. والصونه صحه للعائله كلها، لا الدراري ولا المراه، ولا والمراه اللي يعني عندها الغلط بزاف ما تقدرش تجري، وربما القلب ديالها تزير صغار، خطر عليها باش تجري، خطر. لان المراه كان وصلت لواحد الوزن، او الراجل وصل لواحد الوزن والقلب ديالو ضعيف، ما خاصوش يجري، ما خاصوش يدير حتى مشكلات. انا كنصحكم ما خاصوش يديروا حتى مشكلات. هادوك الناس خاصهم يديروا الصونه، هادوك الناس خاصهم يديروا الريجيم، يديروا الريجيم ويديروا الصونه. هذه نصيحه كنعطيها لكم، واستشروا مع الطبيب، استشروا مع الطبيب، ماشي تاخذوها من عندي تمشي ديروها، استشروا مع الطبيب، قولوا للطبيب واش يمكن لي ندير الصونه، وإلا بغيت ندير الصونه شحال ديال الوقت خصني نريح في الصونه، خصك تعرف الوقت، ماشي دخل الصونه تريح عام وبقيت تسناو فيك والديك وانت ما خارجش، ما عرفوك واش تحتي ولا اسمو، فهمتي، خاصكم تستشروا مع الطبيب، هذه نصح. المهم نرجعوا للموضوع ديالي انا، الجراليه، انا مشيت جريت، مشيت جريت وجيت حديت حمام، وجيت هذه الماكينه هذه دخلت في الحمام ودرتها. درتها وقلبت، لقيت هذا الضغط الدموي اللي عندي طلع 140، 140 راه خطر. علاش خطر؟ لقيت الضغط الدموي عندي 140، والقلب الريتم ديال القلب يعني 64، يعني نورمال، طبيعي نورمال. الور الى القلب عندي نورمال وعندي الضغط الدموي طالع والقلب ما كيضربش، كيضرب عادي، يعني حالة يعني فيها تشكك. 64 خصوش يكون 164، قلت لكم انا قبيلة 175، لا 75، 75 ماشي 175، النمط ديال القلب خصو يكون 75. وملي كتجري، ملي كتجري كيطلع 90 او كيطلع حتى 95 او 100 مثلا، او 100 ما خصوش يطلع 175، سمحوا لي انا تغلطت، ما خصوش يطلع 100. الحساب على حسب السيمتري، على حسب فرنهايم، سيمتري نهضروا على فرنهايم، حيت الحساب اللي عندنا هنا في الميريكا انشز على حسب السيمتري. انا ماشي عادي، عادي كتبت الحمام دير 64، يعني مزيان 64 مزيانه، حيت نورمالمون 75 مزيانه نورمال، ولكن الا طايح لتحت وانت جالس ما كدير والو 64 حتى 60 واسمو مزيان، يعني القلب ديالك كيضرب هادي كيتا مشكل. ولكن الا كان هادي خاصك تشوف البلاد بريشر، البلاد ديال البريسيون شحال فيه، دونك بلاد البريسيون شحال خاصو يكون فيه، خاصو يكون فيه 126، 126 125 لتحت عادي. الا كان القلب ديالك عنده الضربه 64، ناكد عليكم باش ما نديرش غلطه، لان كنغلط بعض الخطا سمحوا لي، الا كان القلب ديالك 64 النبطه ديالو 64، يعني 75 76 64 64 ديالو. نرجع ونعاود نقول لكم على الساسيوس، على العبار اللي عندنا حنا في المغرب، هذا العبار ديال الامريكا اللي كنقول لكم. اذا كان القلب عندك النبط ديالو 64 والضغط الدموي عندك 126 مزيان، من 126 لتحت مزيان،
من 126 لتحت، ما يكونش ثاني عاود لتحت 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 لتحت، ما يهودش شيء مثلا يهود ل 90 ولا يمكن يهود ل 85 واسمو، هذا كيتسمى لو بلاد بريشر، يعني يقدر يكون عندك الضغط الدموي العكس، ما خصوش يكون هاي، ما خصوش يكون طالع، ما خصوش يكون مهود، كاين واحد الميزان، كاين واحد العدد خصو يكون نورمال عادي عادي طبيعي. انا ملي كنت في الحمام النمط ديال القلب عندي 64 والضغط الدموي عندي 141، هادشي من بعد كنت في لونترينمون، ملي كنت في لونترينمون يعني وكنقولها سي نورمال، الدم ديالي انا مازال كيفلو مازال كيدور، لان كنت كنجري كنجري تقريبا 35 دقيقه وانا سخون عرقان، الدم ديالي مازال كيفلو وزيدون داخل في الحمام ما سخون، دونك الدم ديالي غادي يفلو اكثر. المهم خرجت اسمو كنت شاك مع راسي، بديت كنشاك انا ماشي ميقن اسمو، واحد شويه ويقول لي راسي خرجت مشيت بدلت يعني كنوجد باش نصلي في جرا اسمو، ويقول لي راسي ويقول لي حنا العنوان ديالنا الوسواس، نسيت ما كيكم علاش اخترت العنوان الوسواس، هاد الوسواس قال لي يا صاحبي قال لي هادشي عندك الضغط الدموي عندك خطر صاحبي، قال دابا دابا راه الى بقى عندك هاد الضغط هذا هكذا راه واحد شويه غادي تحس بالقلب ديالك كيتزير، دابا الوسواس كيقول لي انا نقول لي ويقول لي وانا بدا نحس بالقلب ديالي كيتزير، ويقول لي واش شتي دابا راه قلبك بدا كيتزير، سير امس خوتي ويدي شرب 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 شويه ديال الماء راك غادي طيح، ولا عيط عيط ليرجونس. كان صاحبي وانا نقول لي هذا الوسواس يقول لي وانا نقول لي صاحبي كتقول لي انا مسخوت الوالدين، انا مسخوت الوالدين شو واش غادي تقول لي انا مسخوت الوالدين، ويقول لي اسمح لي اسمح لي وهسي شرب الماء قبل ما طيح، سي شرب الماء انا راه باين ندير فيك خير باين عتقد. قلت له صاحبي انت دابا واش وصل الوسواس ولا ولا شي حد زعما يعني شي مالك يهضر معايا ولا شي حاجه، قال لي انتوما صاحبي ما كتثقوش انتوما المغاربه، قال لي عرفتي باش غتثق بيا انا لابس هاد التريكو، يلاه لبس هاد التريكو، قال لي حيد التريكو شوفو راك لابسه مقلوب، وانا ندير ها حيد التريكو وانا نقلبو لقيتو مقلوب، هو قال لي واش شتي انتوما صاحبي ما كتثقوش وانتوما، قال لي انتوما المسلمين ديما كتعايروني، قلت له دابا انت الشيطان، قال لي واخا انا الشيطان على الخطر كندير الخير، كنصح انا انا قلت لك دابا قلت لك راك غادي طيح الا ما مشيتيش شربتي الماء راك غادي طيح، وحتى واحد الماء يساكل الخبر وتبقى بوحدك في الدار هنا ويمكن تموت وتخناز كاع. قلت له صاحبي قال لي واش شتي انا دابا كنقول لك كلام الخير وانت كتعاني، قلت له واش انت هو الخناز الوسواس، قال لي بركه من المعيره شي شرب الماء قبل ما طيح، قلت له عرفتي اش غدير ديما كتجي يا صاحبي مره مره كتجي كتدخل الناس للدماغ ديالهم وكتبقى تقول لهم شي هضره وكتبقى تقول لهم اسمو، وانت بعد تخوفني وانا حسيت بقلبي زير، ولكن انا دابا كنطلب كنهضر معاك رانا مطلوق رانا بخير باقي ما شربتش الماء مازال ما طحتش، قال لي كتسنى انت تطيح اش هاد الافكار هادي كتسنى تطيح، دابا هذا هو الوسواس كيهضر معاك. قلت له سيدي انا ما شربش الماء واخا بقيتي واخا واخا قلتي لي حيد تريكو وراك لابسه مقلوب ولقيتو مقلوب وانا لبستو مقلوب لان انت اللي لعبتي عليا باش لبستو مقلوب، لان انت عارفني انت شايف التريكو انا لابسه مقلوب وخليتيني نلبسو مقلوب باش تدخل ليا دماغي، قال لي وانا اش من ربح دابا مشيتي شربتي الماء اش من خسران عندي اش من خسران عندك اش من خسران عندك، انا تنقول لك شي شرب الماء انا عتقيت قبل ما طيح انت يلا جريتي مع 5 كيلومتر وقلبك خايت زير وعندك الهايب
بلاد بريشر، عندك هاي بلاد بريشر. قلت له هذه المعلومات كاع عارفهم. قال لي انا راه عارف اللي ما عارفش انت. قلت له ويلي. قال لي اش انتوما؟ قال لي انتوما المسلمين ديما كتسبوني. قال لي قال لي قال لي ديما كتسبوني، ديما ما كنديرو لك وتقول لي اعوذ بالله من الشر الرجيم. وانا نقول ليه قلت لي اعوذ بالله من الشر الرجيم. قال لي واش شتي؟ واش شتي؟ انا ما جيت عندك تنقول لك سنشرب الماء قبل ما طيح. وقلت له اجي اسمح لي انا ما كنهضر معاك، كتهضر معايا تقريبا راه داز 5 دقائق، انا راه مازال ما طحتش، انا راه مازال ما طحتش، انت بغيتي تطيحني دابا. انا كنهضر معاك كنناقش معاك دابا، انا كنناقش معاك في دماغي دابا داخل ديالي، تقول انت جيتي عندي باش 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 تي مو كونفانك، باش زعما تقنعني باش نمشي نشرب الماء، وملي نشرب الماء غادي نامن بيك. انا ما شربش الماء حيت ما كنامنش بيك، ما كنامنش بيك. قال لي واش شغلك هذاك؟ من هنا شويه غادي نطيح. قلت له دابا انت كتعلم عليا غادي نطيح، انت دابا كتعلم عليا، انت الوسواس كتعلم عليا، الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. قال لي دخلناك بالله. قال لي كتدخل عليا بالله دابا، دابا كتدخل عليا بالله، انت كتامن بالله، كنت كتامن بالله، وكون داكشي اللي امرك به الله قبل كون راك درتيه، كون حنا ما كنعيشوش في هذه المشاكل. قلت له اجي الوسواس، خليني نسولك واحد السؤال، هذه محاوره بيني وبين الوسواس. قال لي قول. قلت له علاش حنا المسلمين اصاحبي، حنا المسلمين اللي كنبغيو الخير للبشريه والبشريه عالميا تكرهونا الاجانب وتكرهونا الغرب، يعني الاكثريه فيهم ماشي كلهم، الاكثريه فيهم وتحاربوا ضدنا، وحنا باغيين غير البشريه باغيين على الخير، كندعو الا الخير. قال لي وزير. قلت له وحنا مأخرين، حنا ما متقدمين لا في التكنولوجي لا يعني ما متفوقينش يعني في يعني في الاقتصاد ديالنا، عندنا مشاكل، عندنا ناس فقراء ما عمرهم اكثريت فيهم ما كتغيرش الحاله ديالهم، تيبقاو ديما فقراء، اللي تاجر فينا حنا تيبقى تاجر، واللي فقير تيبقى فقير. قال لي زيد. قلت له حنا كنصلي وكنذكر الله ديما وكنلعنوا الشيطان. قال لي هذا. قال لي تما فاش كاين المشكل. قلت له شنو المشكل؟ قال لي انا كنمشي عند الغربيين ما تينعلونيش، وكنوسوس ليهم وتنزيد ليهم وتنزيل ليهم، وهما غادي في الامور، هادشي اللي كيتزيل ليهم غادي في هادشي، هما ناجحين، ولكن هما ناجحين في الدنيا واش غادي يكونوا ناجحين في الاخره؟ قال لي بعضهم، البعض فيهم غادي يكونوا ناجحين في الاخره. قال لي وانتوما؟ قال لي علاش ما ناجحينش؟ قال لي فيما تديروا شي مشكل، فيما كتخلقوا شي مشكل، فيما كتحسدوا بعضياتكم، فيما كتعايروا بعضياتكم، فيما كتقمعوا بعضياتكم، فيما كتضغطوا على بعضياتكم، كتنعلوني انا. انا اش درت؟ اش درت؟ انا اش درت؟ مادام كتنعلوني وانا كنجي لكم. هذاك اللي فيه الحسد كنزيد لي فيه، وهذاك اللي فيه البغض كنزيد لي فيه، وهذاك الحاكم اللي قوي كنزيد لي فيه، وهذاك اللي عنده السلطه وكيضغط كنزيد لي فيه، وهذاك اللي كيتجر كنزيد لي فيه، وهذاك الفقير كنزيد لي فيه. قلت له اسمح لي، هذاك الفقير اللي كتزيد فيه كتزيد لي فيه، كيفاش كتزيد لي فيه؟ قال لي نشرح لك، هذا الوسواس. قال لي هذاك الفقير اللي كيعرف راسو فقير وتيمشي كثر من الجهد ديالو،
وكيزيد ملي كيبغي يشري شي حاجه اللي هي فوق الثقه ديالو او كيبغي يولد الولاد اكثر من الطاقه ديالو كنزيد ليه فيه. قلت له وكيفاش كتزيد ليه فيه؟ كتمشي لهذاك الفقير اش كتقول ليه؟ كيبقى يتحاسب مع راسو. قال لي ملي تيكون يبغي يولد كيبقى يتحاسب مع راسو تيبقى يتراجع. وتنزيد انا تنقول لي شوف غير ولد هذاك الولد هذيك الوليد ولا ديك الوليده رزقو على الله رزقو على الله غير ولد. ايوا تنقول له ايوا ملي تيولد ملي تيولد هاد الولاد واسمو واش كتقول ليه ملي كيوصل هنا كيتخنق كيدورو بيه سته وخمسه وما عنده ما ياكل؟ تقول لي واش اش غدير؟ كاين اللي كندفعو كيمشي يخون، كاين اللي كندفعو كيمشي يتسلف ويعوق الناس، كاين اللي كندفعو كيمشي يكذب، وكاين اللي كندفعو حتى كيوصل للحبس. علاش كدير هاد علاش كدير هادشي غير الناس واش كدير هادشي غير الناس المسلمين؟ تيقول لي ويقول لي قال لي الناس ديالكم قال لي هما اسهل الناس اسهل الناس اللي كتدخل لهم دماغ. قال لي اسهل الناس اللي كتدخل. قلت له علاش؟ قال لي لانهم البعض فيهم تيعتقد بانه راه مؤمن ولكن ما تيعرف شيء كيفاش يتعامل مع الاسلام ديالو مع الدين ديالو. وانا غادي نوقف هنا. تيقول لي الوسواس قال لي وانا غادي نوقف هنا معليش نعطيك الخبره. قلت له انا الخبره عارفه لا ما تعطيني الخبره. قال لي امي انت عارف الخبره علاش كتسولني؟ قلت له انا كنسولك انا كنتحاور معك كنت نعرف منك حوايج اخرين. ويقول لي الوسواس ضحك وابتسم ويقول لي قال لي شوف قال لي الغربيين ملي تيبغيو يقراو او ملي كيبغيو يعملوا او ملي كيبغيو يعني يتصرفوا التصرفات ديالهم ما تيحطونيش انا في المسؤوليه. انا الوسواس ما تيحطونيش في المسؤوليه ما تنقدرش ندخل لهم في دماغهم لان ما تيحطونيش في المسؤوليه. ما عندهمش نظره عليا ما عندهمش خبره عليا داكشي علاش ما تنقدرش ندخل لهم في دماغهم. قلت له فسر لي بحالاش. قال لي نعطيك مثال. قال لي الا كنتي كتامن بالسحور غادي نجي وندخلك وندخلك على طريقه السحور. قال لي ولكن ما كانتش عندك هذه الفكره وهاد ما كتامنش بالسحور ما يمكنش لي يدخل ونقنعك على السحور. قلت له عندك الحق. قال لي هذا الغربيين ملي تيبغيو يعملوا العمل ديالهم تيعملوا العمل ديالهم واحد الكيفيه وواحد الفكره ديال المسؤوليه ماشي على 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 حسب راه الوسواس او على حسب الشيطان. ما عندهمش الفكره هذه. ولكن نتوما ملي كتبغيو ديروا شي حاجه قال لي كتامنوا يعني بحال كنت قال لي انت عندك ضغط دموي لقيتي عبرتي راسك الضغط الدموي وليتي كتفكر وكتوسوس وكتامن بان قلبك غيتزير. قال لي انا دخلتك انا كنعطيك المثل. قلت له واش خصني ندير؟ بطبيعه الحال انا انسان انا بشر اش خصني ندير؟ كنخاف على راسي كنخاف على صحتي مخافش من الموت ولكن ما بغيتش نتعطب. الا وقع لي ضغط دموي يقدر يمشي لي النظر يقدر يمشي لي الكلوي. انا ماشي على انه على طريقه غنموت ولكن غنبقى نعذب نعذب ناس اخرين. قال لي شوف قال لي امن داكشي باش كتامن امن داكشي باش كتامن الفكر ديالك كتخدم الفكر ديالك وتطور تطور الفكر ديالك وبقى النمط ديال التفكير ديال وتطور الفكر ديالك وبقى النمط ديال التفكير ما تبقاش تقلب على شكون اللي دار لك هذه ولا شكون ولا الوسواس دار لك هذه ولا الوسواس قال لك هذه ولا الوسواس قال لك هذه. خليني عليك في الطريق خليني عليك. قلت له دابا يعني
انت دخلتي لي الدماغ ديالي، دخلتي لي الدات ديالي، يعني الغلط ديالي اليوم طبع الحال الغلط ديالي. قلت دابا خصني ما نبقاش نفكر بان الوسواس كاين. لا قال لي تقدر تفكر بان الوسواس كاين، ولكن غير ملي دير شي حاجه تحمل المسؤوليه، ما تدخلنيش انا معاك في المشكل. كيف حالك؟ قال لي الا كنتي غادي في الطريق وقع لك سوء تفاهم مع واحد السيد ولا السيده في الطريق، ما توصلش لديك الدرجه ديال الانهيار، وداك الانهيار ما غاديش نهضروا على الضرب والجرح ولا الحبس، غادي نهضروا على الضغط الدموي، لان داك الانهيار يخلق لك ضغط دموي، او ديك السيده ولا داك السيد وقع له ضغط دموي وما عرفناش غادي يوقع ليه غدا ولا بعد غدا. من هذاك من هذيك التجربه اللي وقعت لهذيك السيده ولا السيد بينك وبينهم، وقعتوا في واحد الصراع نفساني، راه تيوقع ضغط دموي، وكيقدر هذاك الضغط الدموي تاثر على عينيك او على الكلاوي او على القلب او على الشرايين او على البنكريا او على اي حاجه. قلت واش خصني ندير؟ قال لي وقع لك سوء تفاهم مع اي واحد، ما تاخذهاش عيني بيرسونيل، ما تاخذهاش، كاينه امور كتوقع، كاين الناس اللي عندهم خلل شي شويه في العقل او غضبانين وقعت لهم شي مشكل في المنزل ديالهم، او عندهم مشكل نفساني او وقع او 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 الى تمشيتي في الطريق وقع لك شي خلل مع شي حد، وقع سوء تفاهم، طلب المعذره، واخا يكون هذاك الانسان غلط طلب المعذره، واخا يكون غلط. علاش؟ السلامه ديالك والسلامه ديال هذاك الانسان، ما تشوفش غير نفسك انت، شوف حتى هذاك الانسان. هذا الشيء اللي كتقول لي الوسواس، هذا الشيء اللي كتقول لي راه غريب، هذا الشيء يعني راه كيامر به الدين ديالنا، كيامر بهذا الشيء. قال لي وانتم كتطبقوا الدين؟ قال لي نسولك، قلت له قول، قال لي انتم كتطبقوا الدين؟ هذا المليار ديال المسلمين، انتم مطبقين الدين، يعني العدد الاغلبيه ديالكم كتطبقوا الدين، يعني انتوليكتيرمون، يعني بالتفكير، ماشي كنقولوا ما نطبقيش الدين هاد الناس، ولكن بالتفكير. كيفاش كتطبق الدين بالتفكير؟ المعامله. قال لي ما كتطبقوش الدين بالمعامله، كتطبقوا الدين يعني بالصلاه وبالفرائض، ويعني حتى بعض الناس واخا كيصلوا كيديروا الفرائض تيخليوني ندخل لهم الدماغ وندخل لهم لعائلتهم، وكنشتتهم، فنقدر نشتت عائله كنشتتها، لان هما اللي كيسمحوا لي باش ندخل، انا ما كنطلبش لهم باش ندخل، هما اللي كيديروا لي المسائل باش ندخل. اوكي، الا كنتو كتطبقوا الدين بالمعامله ماشي غير بالفرائض، ما يمكنش لي ندخل، ما يمكنش لي، ما كتحلوش لي الباب. ولكن ملي كديروا شي حاجه وما كتحملش مسؤوليه وكتقول لي الوسواس والشيطان هو اللي دفعني، هو اللي دار لي، كتحلوا لي الباب باش كندخل. كنت كنشوف، كنت كنفكر، وقت عندك الحق، ودابا راه ما غاديش نمشي نشرب الماء، لان هادي كناقش معاك هادي تقريبا اكثر من 10 دقائق، ما غاديش نمشي نشرب الماء، ومازال ما طحتش، ويسد الباب مشى وسمعش من جوا، وهنا انتهى الحوار ديالي ما بيني وبين الوسواس. وهاد التجربه جرات لي اليوم، وبغيت نسمعها معكم، لان ما عنديش، كانت عندي المراه مازال في الحياه كون ناقشت معايا هذا الموضوع، ولكن عندي نتوما اللي مره كنطلع عليكم كتطلبوا عليا، وبغيت نسمعكم هذه التجربه هذه، وكنتمنى هذه التجربه هذه استفدنا الكثير استفدنا، لان تجربه واقعيه، ماشي واقعيه، تجربه
وقعت لي الله اليوم غير دابا هذه تقريبا واحد الساعة اللي وقعت لي وقلت والله احسن ندير اللايف على هذه التجربة هذه قبل ما ننسى لان انا ما جيتش نديرها ديريكت في اللايف نسجلها معكم غادي ننسى طبعا غادي ننسى وغنسى على كل شيء وهو ذا كنهنيكم وكنتمنى لكم صحة جيدة وكنتمنى لكم استفدتوا من هذا اللايف هذا وهو هذا عبد الله معكم من نيويورك السلام عليكم ورحمة الله إلى حلقة أخرى إن شاء الله وسمحوا لي إذا طولت عليكم وهذا